السلام عليكم خويا، انا يوسف. عندي 28 عام، مجوج اخويا، وليدات باقي. الله غادي المشكله اخويا، عندي اليتامه، اولاد الاخت شاد الاتامه، تنخلص عليهم اليتامه وتنخلص الوالده الدواء، والوالده مسكينه راه طايحه في واحد الحرشه هنايا، تتخلص في السيمانه 2000 ريال في السيمانه، و2000 ريال في السيمانه راه والو. انا هذيك الثوره لي الله تنصور هذيك 500 600 في النهار، اربع المرات ما كاين لا خدمه لا رواج لا والو هنا. بنادم حتى جاك على غفله قال لك هدم، كان خلاو الناس تنشف الحال، هذا ما كاين حتى شي حاجه اخويا، ودابا راه ما عطاونا لا استفاده لا والو، رانا ما عطاونا لا الماري لا حتى شي حاجه. هدموا، جاونا على غفله هدموا لينا، الله يعاون. مشينا كل واحد دابا راه كارين ب 20000، وهاد 20000 درنا احنا التصبيق دابا يا شناهي، عاطينا مهله شهر، قالك ما نفوش لك شهر، تقدر تستعمر ليا انا في الكره، ما تبغيش تخرج ليا عاطينا شهر صافي. قال لك شهر سيدي، غتكري شهر والله يعاونك، قلب على راسك فين تمشي وفين غنمشيو، غنتلاحوا للزنقه، غنديروا غنديروا كرتون ونتلاحوا للزنقه، حتى احنا بحالنا بحال المواطنين. والخدمة حاليا والو، خدمة مرة مرة مشى لوقين، ما كاين لا خدمة لا والو، مشى لوقين اخويا. شنو باش كطالبوا؟ تنطالبوا حقوقنا، يعطيونا حقوقنا وصافي، هادشي اللي باغيين حنا، ما بغينا حتى حاجة. سيدي اسمع ليا، بكانت بغينا الحقوق ديالنا، بكانت كورونا حبسونا، لا خدمة لا ردمة. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.